بسم الله، شوف دلوقتي مع بعض. لو انا عندي بيم وعايز اقطع جزء فيها، وليكن مثلا ان الحائط نفسه واخد زاوية مع البيم، فانا عايز اقطع جزء من البيم. هقول له انا عايز ارسم ريفرنس بلين بالشكل دوت، وبعد كده اروح لقائمة موديفاي اقول له كات، واعمل سيلكت على البيم، وبعد كده اعمل سيلكت على ريفرنس بلين لانه عمل لي كات. وينفع اعمل مالتيبل كات لو انا عايز اقطع على كذا ريفرنس بلين.